الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صباح اليوم أول قطار جديد للخطوط الطويلة كوراديا من أصل 17 قطارا تم تصميمه وصنعه في فرنسا. القطارات الجديدة التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة مارس المقبل تعمل بديازيل والكهرباء معا مع خدمات راقية على طول الرحلات. عبد القادر خربوش كان من ضمن المستقبلين لهذا القطار بميناء الجزائر وعاد بالروبورتاج التالي. هنا وعلى مستوى الرصيف الخاص لميناء الجزائر استلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أول قطار سريع من نوع كوراديا القادم من فرنسا عبر ميناء سافونيا الإيطالي. القطار المصمم والمصنع خصيصا للخطوط الطويلة يعد واحدا من بين 17 قطارا سريعا طلبته الشركة من المصنع الفرنسي ألستوم، وتقدر تكلفة القطار الواحد ب 11.2 مليون يورو. بالطبع هو اعتبار القطار الاول في اقتناء 17 قاطره، لكن هو باعتباره اقتناء اخر اقتناء للبرنامج الاول 2015-2020. المسافر ان شاء الله راح يكتشف بطريقه رسميه القطار الجديد يتم شهر مارس، باعتبار شهر فبراير هذا راح نخصصوه للتجارب التقنيه. الانطلاقه الرسميه 2 مارس والانطلاقه للزبائن 3 مارس ان شاء الله. اول خط نبادروا به هي الجزائر وهران في انتظار المدن الأخرى تدريجيا. قطار كوراديا متعدد التخصصات هذا يحتوي على 6 عربات تقل 254 مسافرا، يستفيد 60 منهم من خدمات راقية في الدرجة الأولى، فيما تبلغ سرعته 160 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى ميزات أخرى ستخفف على الجزائري عناء السفر في المسافات الطويلة. الميزة الأولى اللي يتميز بها على أساس أنه ديزل وإلكتريك، أن الشبكة ليست مكهرباء، وهذا القطار يسمح له أن يمشي بالكهرباء وبدون الكهرباء. التكييف كان مشكل عويص على المواطن الجزائري المسافر، يعني يصبر علينا بزاف الحق. اليوم جبنا لهم كليماتيزاسيون انفايبل إن شاء الله اللي كتبنا في الخطوط الطويلة. العنصر الثالث واللي هو أهم كذلك هو الرمال، التواجد الرمال للداخل، لأنه كانت الدراسات محورناها على المناطق الصحراوية، لأنه بشار وتكورت إلى غير ذلك كل مناطق صحراوية للقطر الجزائري راح تستفاد من هذه الخدمة الجديدة إن شاء الله. هذا عنده تسعيرة خاصة 2000 دينار جزائري الجزائر وهران في الدرجة الأولى و 1700 دينار الدرجة الثانية، ويكون في الخدمة هنالك ديزوتيست يعني موظفات، يعني قمنا بعملية لافورماسيون تاعهم دون ديزيكول سبيسياليزي، وكذلك المسافر عنده حق في وجبة غذائية توفرها له الشركة في الدرجة الأولى والدرجة الثانية كذلك. خصوصية هذا القطار الجديد في سرعته، السرعة التي لا يمكن أن يبلغها في معظم شبكة خطوط السكة الحديدية في الجزائر، وهو ما يضع القائمين على الشركة في سباق مع الزمن لإنهاء أشغال تجديد أكبر عدد ممكن من هذه الخطوط. السرعة 160، لكن السرعة ماهيش في القاطرة، السرعة تتنائم مع نوع الشبكة. هنالك الخطوط الجديدة اللي نستعملوها على سبيل المثال مولاي سليسان سعيدة نقدر نسير على 160 كيلومتر في الساعة، والحمد لله احنا نتابعوا الوتيرة إنجاز الشبكة وتطوير الشبكة. العتاد راهو متهيئ لاستغلال الشبكة بطريقة عقلانية. بدخول قطارات كوراديا 17 حيز الخدمة، تكون الجزائر قد وضعت أول خطوة نحو تجسيد حلم القطار السريع في بلد بحجم قارة انتظر مواطنوه عقودا طويلة من الزمن ليتمكنوا من التنقل من شرقه إلى غربه في يوم واحد، ولما لا من شماله إلى جنوبه في أقل وقت ممكن.